مدفوعاً بطاقة الحياة المستمرة، يجري نهر الحكايات كل يوم. الحركة سر كل كائن حي، والحكاية هي ظل وجوده في الحياة. بعض الحكايات يغفل وينسى، وقليلها وجميلها يروى فيذكر ويبقى. قد تضحكنا الحكاية أو تحزننا، تلهمنا أو تخدعنا، ومهما حاولنا فنحن محكومون بطبائعنا، نقارن التفاصيل أو نستخلص العبر، نكون أبطالاً وأحياناً نكون المشاهدين. الحركة نبض الحياة، ونحن مشغولون أبداً بحكاياتها. ومهما قيل عن سرعة الحياة وتبدل أعرافها، يبقى السؤال ملحاً: هل تتغير طبيعة المشاعر الإنسانية؟ العواطف ليست صادقة. الناس في العالم الحديث نسيت كيف تعيش بمشاعر صادقة. أجل، إن وتيرة حياتنا اليوم مجنونة، ولكن الإنسان يبقى كائناً اجتماعياً، يواصل الحلم والتخيل، الحب والإيمان، يواصل الحياة ورواية الحكايات. عشت في وسط كييف بالقرب من محطة قطارات كييف ماسكوفسكي. عشقت مراقبة القطارات منذ كنت طفلاً، لطالما وددت أن أكون في قمرة القيادة ولو للحظة واحدة. كانت مكاناً غامضاً ومشوقاً أتوق لرؤيته من الداخل، لذلك كنت أذهب مع رفاقي لنسترق النظر عبر الفراغات التي يتركها باب المقصورة لنكتشف ماذا يوجد فيها. المترو غير موجود في جميع المدن الكبيرة، وكانت كييف من هذه الناحية محظوظة. المترو وسيلة نقل لا غنى عنها عند المواطنين وضيوف العاصمة. هو وسيلة سريعة وموثوقة للانتقال بلا اختناقات مرورية ولا إشارات مرور ولا تقاطعات قد تكون على شكل سيارات أو مشاة يقطعون الطريق. ونظراً لسرعتها وراحتها، نحن نفضل المترو ونستقلها. و يرجى الانتباه، الأبواب توصد الآن، المحطة التالية دنيبرو، الخروج من الباب الأيمن. افتتحت محطة مترو دنيبرو في 6 نوفمبر عام 1960، وهي واحدة من محطات خط سفيتوشينا بروفاشكا لمترو كييف. بقيت على مدى 5 سنوات حتى عام 65 المحطة الوحيدة في كييف فوق الأرض، وهي من النوع المسمى محطة الضفاف. تعد هذه المحطة المفتوحة بالكامل تقريباً الأطول من بين جميع المحطات الحالية المفتوحة، إذ يبلغ طولها 124 متراً. تقع على جسر يمر فوق الطريق السريع على ارتفاع 6 أمتار. كان لديها في البداية 4 مخارج، كان 2 منها يؤديان إلى ضفة نهر دنيبرو. يوجد عليها نصبان ضخمان، وهما يرمزان للعمل والسلام، مثبتان فوق أجنحة زجاجية يستقبلان القطارات القادمة من الضفة اليسرى، ويكملان المجموعة الفنية لمحطة دنيبرو. كان طول خط مترو كييف 9.2 كيلومتر. مر عبر وسط المدينة من ضفة دنيبرو اليمنى وحتى مصنع بلشفيك. أقر مشروع المترو في ربيع عام 1945. بعد مرور 4 سنوات كانت الأنفاق الأولى قد مدت، وبدأ بناء المحطة التي عدت 3 من ناحية الترتيب في الاتحاد السوفيتي بعد مترو موسكو ولينينغراد. قرر افتتاح أول خط مترو في عاصمة أوكرانيا في 6 نوفمبر عام 1960، وكما جرت العادة في تلك الأوقات، عشية الذكرى السنوية لثورة أكتوبر، كان ميكولاي كوريلينكو أحد الذين شاركوا بنشاط في إطلاق مترو كييف. كان هذا حلماً لدي، ففي زمنه كان هناك طلب على سائقي الحافلات الكبيرة أمثاله لقيادة السيارات الأجرى وقطارات السكك الحديدية، ولكن ميكولاي كوريلينكو رفض جميع العروض لأنه لم يتصور عملاً أفضل من العمل في مترو العاصمة، وبالتالي انتظر التوظيف الموعود لسائقي المترو.
ذهبت إلى رئيس قسم الكوادر الذي وظف الناس. جئت إليه قائلا: هل توظفون نائبا؟ سأل: من مجلس المقاطعة نائب؟ قلت: أنا سائق ولكنني نائب. فقال: بالطبع نوظف. وأخذوني يومها سائقا. قليل من الناس اليوم يعلم أنه خلال السنوات العشر الأولى وحتى عام 1970 أن قطار البترول احتوى على 3 مقطورات فقط كان يقودها شخصان دون فريق مساعد. لم يحق للسائق إغلاق الأبواب ولا الانطلاق من المحطة. لم تكن يومها المرايا الكبيرة على الرصيف موجودة بعد، والمساعد هو من كان يراقب بإمعان ركوب الركاب، كما ولم يكن هناك نظام آلي للتحكم في السرعة. حتى الأوامر انطلق وتوقف كان يصدرها مساعد السائق، ولم يكن هناك اتصال أيضا مع مركز التوجيه. في حال حدوث أي عطل أو أي توقف على الطريق بين المحطات كان السائق يتصل بالمناوب في المحطة عبر الهاتف فقط، في حين كان يجب العثور على الهاتف في النفق. وكان هناك أمرا آخر مثير أيضا. عشية افتتاح المترو في كييف خاطب رئيسه الأول ميكولاي أورلوف سكان كييف عبر الراديو. نشر الخطاب في جميع صحف المدينة، دعا فيه الناس لركوب المترو. خشي كبار السن النزول إلى المترو تحت الأرض. لم يرغب أحد أن يكون تحت الأرض، في حين أن جيل الشاب كان يقيم هناك لقاءاته في مترو كييف. كان الشاب يواعد الفتاة وينتظرها هناك. لم يكن مترو كييف في البداية مفتوحا للجميع. بعد الافتتاح الاحتفالي في 6 نوفمبر عمل في الوضع التجريبي. كان الدخول يجري بتصريح خاصة للوفود الرسمية والمجموعات المنظمة من تلاميذ المدارس والطلاب وموظفي الوزارات والإدارات. أعطيت الجوائز على ركوب المترو، في حين اعتبر في ذلك الوقت النزول نفسه إلى تحت الأرض حدثاً ترفيهياً. بعد أسبوع واحد فقط بدأ المترو في كييف يعمل للغرض المقصود منه، أي لنقل الركاب. كانت الرحلة بين محطة فاكزالنا ومحطة دنيبرو بطول 5 كيلومترات و200 متر، تتوقف في محطات أونيفرسيتات وخريشاتك وأرسنالنا، واستغرقت 8 دقائق. عندما كنت أسير على الخط وأصل إلى المحطة كان بإمكاني أن أتمحص في 80% من وجوه الذين كانوا يقفون على الرصيف، حتى أمكنني أن أرى بين هذه الوجوه الوجوه المعروفة لي. ولد هذا انطباع وكأن المدينة تعرض أمام عيني. كان من بينهم الشخصيات المعروفة التي كانت تسافر في نفس الوقت، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تعرفهم. كان بإمكاني أن أرى وجه معارف من بين الحشد، وكنت في بعض الأحيان أغمز لهم. هكذا يبدو الضوء في نهاية النفق عندما تكون الشمس ساطعة. يستخدم السائق نظارة خاصة. محطة نيبرو، الخروج نحو الرصيف الأيمن. عدد الركاب هنا قليل منذ إزالة الترامواي نهائيا من على جادة نابرجنا. صارت هذه الصورة مألوفة. يخرج الركاب هنا ويتوجهون إلى بخاري. هذا هو اسم سوق بيع أدوات صيد السمك في كييف، وهو موجود هنا تحت الجسر. هؤلاء عشاق الصيد في المياه المحيطة بجسر المترو يأتون إلى هنا مهما كانت حالة الطقس. يخرج معهم السياح والعشاق أيضا. المشهد هنا فتان بالفعل. يمكن مشاهدة الضفة اليسرى عندما يكون الطقس جيدا، كما لو أنك تنظر إليها من منصة المراقبة. المرفأ النهري والميناء والجسور التي تربط ضفاف نهر دنيبرو. كان المشهد في أوائل الستينيات مختلفا تماما. يومها لم يصل المترو إلى الضفة اليسرى، وكانت محطة دنيبرو هي الأخيرة وكانت حيوية للغاية. استخدمت عند بنائها حلولاً تقنية فريدة خاصة لم يكن لها نظير في العالم حينها. لكي لا تعطل خطة إطلاق المترو في عاصمة أوكرانيا استخدمت في ذلك الوقت حلول غير معيارية وثورية. قليل من يعلم اليوم أن مترو كييف أطلق كما لم يطلق أي مترو غيره في العالم.
دون أن تكون هناك سكة تربطه بالسكة الحديدية. أمر عجيب. كانت المقطورات تأتي من موسكو وكانت تصل إلى محطة السكك الحديدية دارنيتسا، وكان يجب أن تصل إلى هنا إلى محطة دنيبرو. أنشأنا مخرجاً من خط السكة الحديدية إلى خط الترام، وأنزلنا المقطورات من خلال هذا المخرج، ومن ثم رفعنا هذه المقطورات ووضعناها على عربات وجرتها القاطرات ليلاً إلى هنا. ليلاً مستخدمين خطوط الترام الموجودة على جسر باتون، نقلت المقطورات الأولى وكان عددها 12 إلى هنا إلى محطة مترو دنيبرو. ولكن كيف أمكن لهذه المقطورات دخول النفق الذي يقع على ارتفاع 6 أمتار فوق سطح الأرض؟ من الواضح أن المسافة التي كانت بين المنحدر الجبلي وضفة النهر غير كافية لرفع المقطورة. صمم حينها مهندسو مترو كييف مصعداً خاصاً مع أسطوانة خرسانية ضخمة دوارة، وجعلوا في الجسر فتحة لتوضع بهذه الطريقة المقطورات على سكة المحطة مباشرة. تتصل بمحطة دنيبرو حتى هذا اليوم مباني ورشات الصيانة السابقة التي جهزت حينها لكي تعمل عنبراً مؤقتاً. جرى فيها التجميع النهائي لعربات المترو التي أتت من مصنع ميتش في ضواحي ميوسكو. بقي هذا البناء المعقد على مدى 5 سنوات حتى لحظة إطلاق جسر المترو ومد خط سكة حديد إلى محطة دارنيتسا. في عام 1965 بدأ في العمل أول عنبر متكامل على الضفة اليسرى، وهنا لا يزال يخدم فيه بكل إخلاص القرص الإسمنتي الدوار نفسه الذي كان في محطة دنيبرو. هذا التصميم نسخة طبق الأصل عن محطة دنيبرو التي كانت في الستينيات، هكذا بدت عندما جاء ميكولاي كوريلينكو للعمل مساعدا في مترو كييف وأتقن قيادة القاطرات الجديدة. هذه مجرد حقائق تاريخية بالنسبة للجميع وحياة كاملة بالنسبة له. ربما لهذا السبب فكر في جمع المواد الأرشيفية والرسومات لهذا الهيكل الفريد. يشكر سيرهي خامينكو سائق مترو كييف على عمله الشاق وجمعه النموذج بنفسه. احتاج إلى شهرين فقط لصنع نموذج عن مصعد المترو الذي يزين اليوم متحف المترو في كييف. افتتح المتحف في عام 2000 في الذكرى 40 لإطلاق المترو، كما وكانت فكرة وضع تصميم لمحطة دنيبرو الأولى فكرة مثيرة، لأنه حتى اليوم لا يستطيع أي مسافر الإجابة أو تخمين كيف أدخلت المقطورات إلى النفق. يقال اليوم عن شخص مثله أنه مهووس بعمله بالكامل وعاشق لهوايته. بلغ سيرهي خومينكو 47، يقود منذ فترة طويلة وبثقة قطارات المترو ويمارس الطيران بالمظلة والتزلج والقفز. لا يمكننا أن نسمي حياته غير مثيرة أو رتيبة، هي رومانسية ومحفوفة بالمخاطر. هكذا رأى سائق المترو حياته دائما، مهنة غير مملة مع عدد لا يحصى من القصص اليومية الواقعية، قصص من حياة المترو. انتباه، الأبواب توصد الآن والمحطة التالية هي